السلام عليكم، أنا اسمي ميشيلي، عمري 34 سنة، أنا متجوز، أنا بسكن بسان باولو، أنا عندي ولدين، هي بنتي صغيرة اسمها رقية. أنا بشتغل بالمدرسة الإسلامية هون بسان باولو، بس هونيك أنا مش معلمة، أنا محاسبة. أنا بحب الشغل كتير لأنه هونيك أنا عندي فرصة لأحكي عربي مع مين ما بيعرف برتغيز كتير منيح. أنا بحب كتير شي، بس أنا بحب أكتر أشرب كوكاكولا. أنا بحب أشوف فيلم ومسلسل عربي مع زوجي. أنا بحب أكل شوكولاتة. أنا بحب أصاي. أنا بحب أروح الشوبي مع أولادي. أنا بحب أطبخ أكل عربي لأهلي. وكمان بس بدي أقول شكرا كتير أستاذ، إذا أنا بحكي هيك لأنه أنت أستاذ كتير شاطر. الحمد لله، الله يطول عمرك إن شاء الله. سلام.